السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام الأخوة والإخوان في المنطقة الشرقية يسلمون عليك. عليكم وعليكم السلام. وبشرك يا شيخ بأن بمثل هذه المجالس تم نفع كبير وخير كثير للناس عموما. نسأل الله عز وجل أن يجزيك عنا وعن المسلمين خير الجزاء. وسؤالي هو أنه يوجد في بعض مناطق أعمال الشركات نقاط تفتيش يستخدم فيها الكلاب المدربة فتدخل في مقدمة السيارة اللي هي الغمارة، ثم يبدأ بالشم واللحس، فماذا على صاحب السيارة من حيث نجاسة المقاعد والأماكن التي شمها؟ وجزاكم الله كل خير. أما الشم فإنه لا يضر لأنه لا ينفصل من الكلب ريق، وأما اللحس فسينفصل منه ريق، وإذا كان ثيابا أو شبهها فإنه يغسل 7 مرات، ولا نقول احتها بالتراب لأنه ربما يضره، لكن نقول يستعمل عن التراب صابون أو شبه من المزيل ويكفي. ولكن لا أدري لماذا يرسمون الكلاب على السيارات. المناطق تكون مناطق محظورة صناعية، يعني معامل وكذا، فخوفا يعني دخول بعض متفجرات وكذا، فتجعل هذه فتشم أو تلحس الدركسون ومقدمة السيارة، فكيف يعني يتم؟ وكما قلت لك، ولو حصل في مثل هذا أن اللي يعتاد الدخول أنه يجعل بلاستيك يلفه على علشان إذا انتهى انتهت العملية يلقي هذا البلاستيك. هي عموما تكون عشوائية، فهي ليست كل يوم وإنما تأتي من وقت لآخر. فيصعب يعني إذا كما قلت لك يوصل بماء وصابون وشبه، يعني توقف السيارة ثم إذا تعدى بس لا يمس الذي لحسه الكلب ويده رطبة، لأنه لو لمسه ويده رطبة تنجست اليد. ولكن بعازل مثلا يجعل لا بس بعازل ما يكون نجاسة حتى يتقدم وتيسر له فعل ذلك. جزاك الله خير.